النجمة المتألقة دائما مايا دياب ودائما ضيفي عزيزي على هوا راديو الرابعة. أهلا وسهلا فيك. هاي كيفكم؟ يعطيكم العافية. ما شاء الله غنيكم لعلع عنا. شكرا يعني. أهلا وسهلا بدنا نقول لك. شكرا. عملت عمايل. شكرا. أهلا وسهلا. وكمان الكعب العالي. عم تثبت مايا دياب علو كعبها بالاستعراض اليوم. يعني ما بدي أقول فن استعراضي لأنه الفن الاستعراضي بعد بده أكتر رايحة عليه أنا. بس هو بده كمان باز يعني. بده الناس تكون ناطرة اليوم استعراض ما من فنانة ما. نحنا بدنا نزرع هيدا هالباز لنوصل له لأنه لازم العالم العربي كمان يشوف فنانة بتغني بترقص كتير وبتأدي هيدول كلهم على المسرح بشكل لائق. طب اليوم عم نشوف محاولات من العالم العربي إن كان بالمنصات وبستريمينج أبس ولا غيره يعملوا أعمال استعراضية كبيرة مصورة. أنت أكيد لازم يجربوا. يعني هذا قصدك رايح. أنا رايحة على محل ما لازم يكون اسمه استعراض حقيقي. يعني كل شيء تسفول شو. تسفول شو أكيد يعني بفل ضعفان ثلاثة أربعة كيلو على المسرح. هيدا هو. ألف عافية. راس السنة وين؟ بدبي أكيد راس السنة. ما بنقدر نودع العام ونستقبل العام إلا بحبيبة قلب دبي. طيب. هيدا السنة هون. غنية جديدة. أيمتى؟ قبل آخر السنة في غنية جديدة أكتر شوية. I love you.